بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما بدأناه مع كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. ولا شك أن لذكر الله ثمرته للذاكرين والحاضرين لمجالس الذكر، كما في الحديث: هم القوم لا يشقى جليسهم. وعلى بركة الله نستكمل قراءة هذه الأحاديث. باب القراءة بعد التعوذ. اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح، وحكما بصحته. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية كاملة من أول الفاتحة، وتجب قراءة الفاتحة بجميع تجديداتها، وهي 14 تجديدة، 3 في البسملة والباقي بعدها. فإن أخل بتجديدة واحدة بطلت قراءته، ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية. فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس. ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة، أو سمع تأمين الإمام فأمن لتأمينه، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. فصل: فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته، وإن لم يخل المعنى صحت قراءته. فالذي يخله مثل أن يقول أنعمت بضم التاء، أو أنعمت بكسر التاء، أو يقول إياك نعبد بكسر الكاف. والذي لا يخل مثل أن يقول رب العالمين بضم الباء أو فتح الباء، أو يقول نستعين بفتح النون الثانية نستعين أو بكسرها. ولو قال ولا الضالين بالضاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعزم. فصل: فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها. فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم، وقف بقدر القراءة ثم يركع، وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم. فإن كان فرط في التعلم وجبت الإعادة. وعلى كل تقدير، متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة. أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية،
بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرناه. فصل. ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة، وذلك سنة، لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأنها مبنية على التخفيف. ثم هو بالخيار، إن شاء قرأ سورة وإن شاء قرأ بعض سورة، والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة. ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى وتكون تليها، فلو خالف هذا جاز. والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة. واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد وللمأموم فيما يسر به الإمام، أما ما يجهر به الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام. فإن لم يسمعها أو سمع همهمة لا يفهمها استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره. فصل. والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، فإن كان إماماً خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، يقرأهما بكمالهما. وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما فخلاف السنة. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما سنة. والسنة أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقون، وإن شاء في الأولى سبح وفي الثانية هل أتاك، فكلاهما سنة. وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع، فإن أراد التخفيف أدرج قراءته من غير هذرمة، ومعنى هذرمة السرعة في الكلام وفي القول. والسنة أن يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، وإن شاء في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فكلاهما صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ويقرأ في ركعتي سنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد مع المعوذتين. وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة استغنينا بشهرتها عن ذكرها، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بجميل الأذكار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأطهار، وبعد نكمل قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رضي الله عنه: فصل. لو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة قرأ في الثانية سورة الجمعة مع سورة المنافقين، وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه. إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين الصورتين. ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى سورة المنافقين قرأ في الثانية الجمعة ولا يعيد المنافقين. وقد استقصيت دلائل هذا في شرح المهذب. فصل. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا: لا يطول الأولى على الثانية. وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها. فصل. أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها. وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل لا يجهر وقيل يجهر، والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. ولو فاته صلاة بالليل فقضاها في النهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان: أظهرهما يعتبر وقت القضاء، وقيل يسر مطلقا. واعلم أن الجهر في مواضعه والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإسرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه، ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره. فصل. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أربع سكتات، إحداهن عقب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح،
والثانية بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمون أو المأمومون الفاتحة. والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع. فصل. فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره. وهذا التأمين مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أم خارجا منها. وفيه أربع لغات، أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف، والثانية بالقصر والتخفيف، والثالثة بالإمالة، والرابعة بالمد والتجديد. فالأوليان مشهورتان، والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أول البسيط والمختار الأول. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية. والصحيح أن المأموم أيضاً يجهر به سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً. ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم. فصل. يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى، أو تبارك الله رب العالمين، أو جلت عظمة ربنا، أو نحو ذلك. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوز. رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا ويستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى أشهد، وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها. وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. باب أذكار الركوع. قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه كان يكبر للركوع وهو سنة، لو تركه كان مكروها كراهة تنزيه، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها، إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وقد قدمنا عدد تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحب مد هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما وهو الجديد، يعني في مذهبه الجديد لما أتى إلى مصر، قال يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، بخلاف تكبيرة الإحرام، فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها، لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شق عليه، وإذا اختصرها سهل عليه. وهكذا حكم باقي التكبيرات، وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام، والله أعلم. فصل. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع، فيقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوع الطويل الذي كان قريباً من قراءة البقرة والنساء وآل عمران سبحان ربي العظيم، ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه كما جاء مبيناً في سنن أبي داود وغيره. وجاء في كتب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثة فقد تم ركوعه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وجاء في كتب السنن خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال أهل اللغة سبوح قدوس يضم أولهما ويفتح، لغتان، أجودهما أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم. وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك. هذا حديث صحيح، ورواه أبو داود والنسائي في سننهما، والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. واعلم
أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك، بحيث لا يشق على غيره، ويقدم التسبيح منها على غيره، فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح. وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلاً لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها، وفي وقت آخر بعضاً آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها. وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، ولا يأثم ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وغيره مما سبق. وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله تعالى والله أعلم. فصل: يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا تبطل. وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعاً أو ساجداً. وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله. السنة أن يقول حال رفع رأسه: سمع الله لمن حمده. ولو قال: من حمد الله سمع الله له، جاز، نص عليه الشافعي في الأم. فإذا استوى قائماً قال: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. روينا في صحيحي الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. وفي روايات: ولك الحمد بالواو، وكلاهما حسن. وروينا مثله في الصحيحين عن جماعة من الصحابة. وروينا في صحيح مسلم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وروينا في صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وروينا في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزراقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فصل: اعلم أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها على ما قدمناه في أذكار الركوع، فإن اقتصر على بعضها فليقتصر على سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإن بالغ في الاقتصار اقتصر على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فلا أقل من ذلك. واعلم أن هذه الأذكار مستحبة كلها للإمام والمأموم والمنفرد، إلا أن الإمام لا يأتي بجميعها إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل. واعلم أن هذا الذكر سنة ليس بواجب، فلو تركه كره له كراهة تنزيه، ولا يسجد للسهو، ويكره قراءة القرآن في هذا الاعتدال كما يكره في الركوع والسجود، والله أعلم. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا، ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة، وأنها سنة لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. فإذا سجد أتى بأذكار السجود، وهي كثيرة، فمنها ما رويناه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فصل الركوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه الطويل يقول: ركع ركوعه الطويل يقول فيه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد أي أحدكم فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثة، وذلك أدنى. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية في مسلم: فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد،
وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. يقال قمن بفتح الميم وكسرها، ويجوز في اللغة قمين، ومعناه حقيق وجدير. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. دقه وجله بكسر أولهما، ومعناه قليله وكثيره. واعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه، فإن لم يتمكن منه في وقت أتى به في أوقات كما قدمناه في الأبواب السابقة. وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاء، ويقدم التسبيح، وحكمه ما ذكرناه في أذكار الركوع من كراهة قراءة القرآن فيه وباقي الفروع. فصل. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافقه القيام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن، وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل، فكان ما طول به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: أقرب ما يكون العابد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، يعني في الأفضلية، القيام ولا السجود يعني. فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق وهو ابن راهوية شيخ البخاري قال: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه هكذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. فصل. إذا سجد للتلاوة استحب أن يقول في سجوده ما ذكرناه في سجود الصلاة، ويستحب أن يقول معه: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، وأعظم لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما قبلتها من داود عليه السلام. ويستحب أيضا أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نص الشافعي على هذا الأخير أيضا. روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل:
سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الترمذي: حديث صحيح. وزاد الحاكم: فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني زاد في مستدركه لهذا الحديث، لما روى هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين زاد في لفظه: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين. وأما قوله: اللهم اجعلها لي عندك ذخرى إلى آخره، فرواه الترمذي مرفوعاً من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح، والله أعلم. هذا ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبإسناد أستاذنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه الأذكار قال: باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع، ويمد التكبير إلى أن يستوي جالسا. وقد قدمنا بيان عدد التكبيرات والخلاف في مدها والمادة المبطلة لها. فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا، فالسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك. قال: وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وفي رواية أبي داود: وعافني. وإسناده حسن
والله أعلم. فصل: فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء، فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا، وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائما، ويكون المد بعد اللام من الله. هذا أصح الأوجه لأصحابنا ولهم وجه، أنه يرفع بغير تكبير ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبر. ووجه ثالث أنه يرفع من السجود مكبرا، فإذا جلس قطع التكبير ثم يقوم بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضع، وإنما قال أصحابنا الوجه الأول أصح، لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر. واعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهبنا استحبابها لهذه السنة الصحيحة، ثم هي مستحبة عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة، وقد أوضحت أمرها في شرح المهذب بحمد الله تعالى وفي شرح مسلم أيضا، وليس مقصودا في هذا الكتاب إلا بيان الأذكار خاصة، والله أعلم. باب أذكار الركعة الثانية: اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة، إلا في أشياء: أحدها أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن، وليس كذلك الثانية، فإنه لا يكبر في أولها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنة. الثاني: لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى. الثالث: قدمنا أنه يتعوذ في الأولى بلا خلاف، وفي الثانية خلاف الأصح أنه يتعوذ، وفي الثانية خلاف الأصح أنه يتعوذ. الرابع المختار: أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدمناه، والله أعلم. باب القنوت في الصبح: اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة، للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب الأربعين، وقال حديث صحيح. واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة لو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا. وأما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، الأصح المشهور منها أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا وإلا فلا، والثاني يقنتون مطلقا، والثالث لا يقنتون مطلقا، والله أعلم. ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث في جميع السنة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأول، والله أعلم. اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، وقال مالك رحمه الله:
يقنت قبل الركوع. قال أصحابنا وهم فقهاء الشافعية، قال أصحابنا: فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، ولنا وجه أنه يحسب، وعلى الأصح يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل لا يسجد. وأما لفظه فالاختيار أن يقول فيه ما رويناه في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى علي، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته، ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. فقد جاء في رواية للنسائي في هذا الحديث بإسناد حسن: وصلى الله على النبي. قال أصحابنا: وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسنا، وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم. واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه: عذب كفرة أهل الكتاب، لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب، وأما اليوم فالاختيار أن يقول عذب الكفرة فإنه أعم. قوله نخلع أي نترك، وقوله يفجرك أي يلحد في صفاتك، وقوله نحفد بكسر الفاء أي نسارع، وقوله الجد بكسر الجيم أي الحق، وقوله ملحق وملحق بكسر الحاء على المشهور ويقال بفتحها ذكره ابن قتيبة وغيره، وقوله ذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم، وقوله الحكمة هي كل ما منع من القبيح، وقوله وأوزعهم أي ألهمهم، وقوله واجعلنا منهم أي ممن هذه صفته. قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، والله أعلم.
واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت، ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره. واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماماً أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع، وكذلك الباقي، ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروها، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال الترمذي: حديث حسن. اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه. أصحها أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني يرفع ويمسحه، والثالث لا يمسح ولا يرفع. واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا ذلك مكروه. وأما الجهر بالقنوت والإصرار به فقال أصحابنا: إن كان المصلي منفردا أسر به، وإن كان إماما جهر على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون. والثاني أنه يسر كسائر الدعوات في الصلاة. وأما المأموم فإن لم يجهر الإمام قنت سرا كسائر الدعوات، فإنه يوافق فيها الإمام سرا. وإن جهر الإمام بالقنوت فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه وشاركه في الثناء في آخره، وإن كان لا يسمعه قنت سرا. وقيل يؤمن، وقيل له أن يشاركه مع سماعه، والمختار الأول. وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث نقول به، فإن كانت جهرية وهي المغرب والعشاء فهي كالصبح على ما تقدم، وإن كانت ظهرا أو عصرا فقيل يسر فيها بالقنوت، وقيل إنها كالصبح. والحديث الصحيح في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء ببئر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات. ففي صحيح البخاري في باب تفسير قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة. باب التشهد في الصلاة. اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب كالصبح والنوافل، فليس فيها إلا تشهد واحد، وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعا ففيها تشهدان أول وثاني. ويتصور في حق المسبوق ثلاث تشهدات، ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية فيتابعه في التشهد الأول والثاني، ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه فيصلي ركعة ويتشهد عقبها لأنها ثانيته، ثم يصلي الثالثة لأنها ثانيته، ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقبها. أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركعات بأن نوى 100 ركعة، فالاختيار
أن يقتصر فيها على تشهدين فيصلي ما نواه إلا ركعتين ويتشهد، ثم يأتي بالركعتين ويتشهد التشهد الثاني ويسلم. قال جماعة من أصحابنا: لا يجوز أن يزيد على تشهدين، ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، فإن زاد على تشهدين أو كان بينهما أكثر من ركعتين بطلت صلاته. وقال آخرون: يجوز أن يتشهد في كل ركعة، والأصح جوازه في كل ركعتين لا في كل ركعة، والله أعلم. وأعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وسنة عند أبي حنيفة ومالك. وأما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد، فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته، ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا، والله أعلم. وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تشهدات. أحدها رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الثاني رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. رواه مسلم في صحيحه. الثالث رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رواه مسلم في صحيحه. وروينا في سنن البيهقي بإسناد جيد عن القاسم قال: علمتني عائشة رضي الله عنها قالت: هذا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي هذا فائدة حسنة، وهي أن تشهده صلى الله عليه وسلم بلفظ تشهدنا. قال: وروينا في موطأ مالك وسنن البيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وهو بتشديد الياء، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وروينا في الموطأ وسنن البيهقي وغيرهما أيضًا بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي روايةٍ عنها في هذه الكتب: التحيات الصلوات الطيبات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروينا في الموطأ وسنن البيهقي أيضًا بالإسناد الصحيح عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدًا رسول الله، والله أعلم. فهذه أنواع من التشهد. قال البيهقي: والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث: حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى، هذا كلام البيهقي. وقال غيره: 3 صحيحة، وأصحها حديث ابن مسعود. واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد شاء من هذه المذكورات، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم. وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركة. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله: ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة، والله أعلم. الاختيار أن يأتي بتشهد من 3 الأول بكماله، فلو حذف بعضه فهل يجزئه؟ فيه تفصيل. فاعلم أن لفظ المباركات والصلوات والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد، فلو حذفها كلها واقتصر على قوله التحيات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره أجزأه، وهذا لا خلاف فيه عندنا. وأما باقي الألفاظ من قوله السلام عليك أيها النبي إلى آخره فواجب لا يجوز حذف شيء منه إلا لفظ ورحمة الله وبركاته، ففيهما 3 أوجه لأصحابنا. أصحها: لا يجوز حذف واحدة منهما، وهذا هو الذي يقتضيه الدليل لاتفاق الأحاديث عليهما. والثاني: يجوز حذفهما. والثالث: يجوز حذف وبركاته دون ورحمة الله. وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا: يجوز أن يقتصر على قوله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وأما لفظ السلام فأكثر الروايات السلام عليك أيها النبي، وكذا السلام علينا بالألف واللام فيهما، وفي بعض الروايات سلام بحذفهما فيهما. قال أصحابنا: كلاهما جائز، ولكن الأفضل السلام بالألف واللام لكونه الأكثر ولما فيه من الزيادة والاحتياط. وأما التسمية قبل التحيات فقد روينا حديثًا مرفوعًا في سنن النسائي والبيهقي وغيرهما بإثباتها، وقد تقدم إثباتها في تشهد ابن عمر، لكن قال البخاري والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال جمهور أصحابنا لا تستحب التسمية، وقال بعض أصحابنا تستحب، والمختار أنه لا يأتي بها،
لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يروها. اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، وقيل لا يجوز كألفاظ الفاتحة، ويدل للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات وتأخيره في بعضها كما قدمناه. وأما الفاتحة فألفاظها وترتيبها معجز فلا يجوز تغييره، ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر تشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرناه في تكبيرة الإحرام. السنة في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك، ويدل عليه من الحديث ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح. وإذا قال الصحابي من السنة كذا كان بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول والمتكلمين، فلو جهر به كره ولم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير، لو تركها فيه لم تصح صلاته. ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحب، وقال بعض أصحابنا تجب. والأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال: روينا هذه الكيفية في صحيحي البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. والواجب منه اللهم صل على محمد، وإن شاء قال صلى الله على محمد، وإن شاء قال صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي، ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد، ولنا وجه أنه يجوز أن يقول وصلى الله على أحمد، ووجه أنه يقول صلى الله عليه، والله أعلم. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وهل تستحب؟ فيه قولان، أصحهما تستحب ولا تستحب الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل تستحب. ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، بل قال أصحابنا يكره لأنه مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير، والله أعلم. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.